نظمت شركة أم الحول إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة وتحلية المياه ورشة عمل بعنوان النهج المستدام لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والتي هدفت من خلالها إلى توضيح أهمية التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها والحفاظ على البيئة. اليوم أم الحول تحاول توصل للعالم أنها واحدة من أكفأ المحطات الجديدة الموجودة في دولة قطر، واللي تم مؤخراً افتتاحها. أم الحول تستخدم الطاقة الحرارية في تشغيل التوربينات البخارية وإنتاج المياه كطريقة تقليدية. أما التكنولوجيا الجديدة اللي انضافت لأم الحول كونها واحدة من المحطات المميزة في الدولة، إنتاجها المياه بالتناضح العكسي. التناضح العكسي نستخدم فيه الكهرباء، حيث أن الكهرباء تنتج من طريق التوربينات البخارية، نستخدمها في التناضح العكسي في إنتاج المياه. بذلك إحنا نخفض استخدامات الغاز الطبيعي، وبذلك يتم خفض الانبعاثات الكربونية للهواء، وبذلك يكون في استخدام نموذجي للطاقة الغازية. تعتبر شركة أم الحول أحد ركائز إمداد الكهرباء والماء في دولة قطر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030 وإمداد البلاد من الكهرباء والماء خلال كأس العالم 2022، حيث تدعم استراتيجية دولة قطر للتنمية المستدامة من خلال إمداد كاف من المياه ورفع كفاءة استخدامه في التنمية. الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي 2019، وفي إطار هذه التظاهرة اختتمت فعالية مخيم الدوحة الشبابي للعمل التطوعي والإنساني بإشراف وزارة الثقافة والرياضة وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية وبالشراكة مع قطر الخيرية. فكرة المخيم هو عبارة عن استقطاب أكثر من 53 شخص يمثلون 53 دولة، وعمل لهم برامج تدريبية في مجال العمل الإنساني والعمل التطوعي. كان عدد الناس اللي تقدموا لهذا المخيم أكثر من 7200 شخص، تم اختيار منهم لضخامة العدد، تم اختيار 86 شخص. تلقوا خلال 11 يوماً تدريب من الساعة 5 صباحاً حتى 10 مساءً، تقريباً عدد ساعات التدريبية بين النظري والتطبيقي فوق 100 ساعة. تشارك معنا في هذا البرنامج التدريبي أكثر من قرابة 20 جهة من خلال 37 مدرب متخصص. هدف التدريب هو كيف تحول خبراتك النظرية إلى تطبيق عملي وممارسة، وانت شفت الشباب كيف استطاعوا خلال أقل من 7 دقائق أن يخلوا ملعب في سيناريو كارثة افتراضي لملعب في جرحى وفي ناس مصابين وفي جمهور، وكيف استطاعوا أن يقيموا هذا السيناريو في خلال 7 دقائق. تهدف الفعالية إلى تنمية قدرات الشباب المسلم في مجال الإغاثة وإدارة الكوارث، وتحفيزهم على اكتساب ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. المخيم علمنا من ناحية أن نحس بشعور اللاجئين. أسبوعين كانت حلوة بين يعني مع الدول الأخرى ومع الإداريين مع المنظمين، يعطيهم العافية ما قصروا، فكانت يعني مخيم ممتاز. المخيم هذا أضاف لنا الكثير، فالكثير كل يوم نتعلم المزيد من سواء من العمل الإغاثي والتطوعي أو العمل الإنساني. كان المخيم بالنسبة لنا بمثابة بنك من المعلومات، أضاف كل يوم كان يضيف في رصيدنا مزيد من حسابات الإنسانية والإغاثة والعمل الإنساني. تجمع كبير يؤكد حرص قطر على دعم الشباب والارتقاء بهم لمواكبة تحديات المستقبل، لأن الأمة بشبابها كما يعلن شعار هذا العام. بمجمع حمد للرياضات المائية تجري الاستعدادات بوتيرة متسارعة تحضيراً لبطولة كأس العالم للسباحة 2019 والمقامة بالدوحة في الفترة من 7 إلى 9 من نوفمبر.
البطولة هذه يعني تختلف عن البطولات السابقة. في السابق كنا ننظم بطولة 25 متر، اليوم 50 متر. ذلك أيضا فرصة كبيرة من الاتحاد الدولي لإعطائها للسباحين للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو. أيضا تعتبر هي المحطة الأخيرة لجميع اللاعبين، هناك 7 محطات لجولة كأس العالم للسباحة، هذه تعتبر بإذن الله المحطة الأخيرة، وكثير من اللاعبين يحرصون على المشاركة في هذه اللعبة في هذه البطولة. كما ستشهد هذه البطولة مشاركة نخبة من السباحين العالميين وأسماء قطرية شابة ستقول كلمتها في قادم الأيام. مثل ما تعرفون هالبطولة الثامنة اللي تستضيفها قطر، وأبطال العالم كلهم متواجدين هنا تقريبا، لأنها البطولة الأخيرة اللي هي لاست كلاستر. وبالنسبة لنا سباحي المنتخب نتمنى أن نستفيد من أصحاب الخبرة أبطال العالم، وإذا الله وفقنا إن شاء الله نتأهل لأدوار متقدمة للنهائي مثلا ونرفع اسم بلادنا. جدير بالذكر أن بطولات من مستوى بطولة كأس العالم للسباحة التي ستنظمه الدوحة من شأنه أن يضيف الكثير للرياضة والرياضيين في دولة قطر.